التربية أهلا بكم في البشير شو. الحضانية أهلا بكم في البشير شو. كلية العلوم أهلا بكم في البشير شو. كلية المستقبل قسم التمريض البشير شو. جامعة كركوك طلاب قسم اللغة الإنجليزية أهلا بكم جامعة الكوبا أهلا بكم في البشير شو. كلية القراءة المقدسة العطر العباسية بين الحرمين في كلية بلاد الرافدين قسم القانون مرحلة أولى أهلا بكم في البشير من بيت خالو عمر أهلا بكم في أهلا وسهلا من كوكب كندا كالجري إلى سفينة ستار إكس أهلا بكم في نداء إلى جميع العراقيين. البشير شو اليوم راح يوزع عيديات على كل أفراد الشعب العراقي. نداء إلى جميع الساكنين في العراق. البشير شو اليوم راح يوزع عيديات. أخوان يعني مشكلة العيد والله العظيم مشكلة. المهم ماذا يعني العيد؟ ما هو العيد؟ العيد هو ذبحتم قطعتم وزعتم بس المعلاق دزولي يا بعلاقة مو علم شيء بس الدكتور وصاني قال لي شوي عندي فقر دم ولازم والفروة أخذها جنكيز خان القصاب إلا يأخذ الفروة. بمناسبة تحس القصاب طاب شريك وياك يذبح لك الخروف اللي يأخذ عليه فلوس وفوقها يأخذ الرأس والكراعين والصوف والكرشة والمصاريس والمنبار يعني يسلمك بس شاصي. اللي يبقى لك من الطلي المعلاق اللي راح ياخذ الخطار اللي عنده فقر دم وانت المشتري الطلي لو لوحك شيش تكه واحتمال كبير يروح للسكاره مال العائله لو شح ميتين واحتمال كبير تاكل البزونه والراجع مال كرشه انه بهذا البقايا مال الطلي الراجع مال كرشه هذا الاخضر على صفار هذا اللي يظل لازق بالطرمه هو وريحته شهر تضرب هوزات وماسحات وتايد وزاهي وتظل الريحه لازقه ولا لزقه نوري بالحكم والله العظيم انه بشور يا كرييتيف ما مشتم يا ولد عوائل ما تعرفونها. تقدر تشوفوا برنامج كل جمعه الساعه 9 على قناه دي دبليو العربيه وتقدرون تواصلون ويانا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي واذا تشوفني على اليوتيوب فانصحك تشوفني ورا الساعه 12 بالليل مو لانه برنامج لا سمح الله لا خلاص رمضان وخلص وامورنا زينه وهاي بس الست ايام جرده سوت قرار جديد قبل شو اسمه يعني مهم جدا قبل كانوا يعطون نوعين للاشتراك للانترنت للشركات واحد 24 ساعه بحساب كامل وواحد 12 ساعة بحساب 60% من قيمة الاشتراك الكامل. فالاشتراكات كانت تشيل الاشتراك قبل 12 ساعة ينشال وينضاف على الاشتراك الأساسي حتى ما يقطع الانترنت بوقت الذروة اليوم 8 الصبح 8 بالليل. اجت الست ايام حزمة وشالت الحزمة من 12 ساعة وجردتهن وسوتهن اشتراك واحد. فإذا أنت ندي قطع يمك فهاي من بركات الست حزمة. يعني أنت من اجيتي لليوم لا قرار سخت لا سرعت الانترنت لا طورت اي شيء لا جرده بالموضوع ايش بيش خاله. ما هو العيد؟ العيد عطاء والعطاء هي حركه مال فالح الفياض اللي دق بها الناقصه من طفر من ائتلاف النصر مال حمرني وايضا العطاء سمه من سمات الانسان المهمه والعراقي ابو غيره ومعطاء وكريم وعليه هذن المقات الجديده جبنا وجبه من عندهن اشتروهن واعطوا شويه لو من توصل يمي تجر كرمها وتصعد عطاها هن مقات اشترون عاد شجع الصناعة الوطنية عمى بعين أم المستورد هذا الموقع طبونا اشتروا يلا والله اللي بيجون لهيج اشتروا من عنده يلا يخلص هذا باشر. ما هو العيد؟ العيد مثل ما قلنا عطاء من تودي الجوارينك تمن وبحت عبالك تنحسب على المعطائين لا العطاء يبدي باللحم وينتهي بالتعيينات.
وزير التعليم يصدر أوامر وزارية بتعيين 1328 من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير والدبلوم والبكالوريوس. ها تعينتوا؟ مبروك، ذبحتوا طليان؟ صيروا معطائين. ولا تنسى أخيك بالمعلاق، شوي فقر دم والله، الدكتور قال لي أنا ما لي علاقة. وبمناسبة 1300 واحد اللي تعينوا بوزارة التعليم، إيش قصر عندنا زيادة بعدد الموظفين بالعراق غصون؟ 832,967 موظف. هذول بس المتعينين جدد. أوكي، وإحنا أصلاً عندنا 4.5 مليون موظف، يعني إحنا هسه تقريباً عندنا 6 مليون موظف إلا شوية. مو بلد، دائرة كبيرة هذا. تحس البلد بيه شبابيك وأيركونديشنات قفاها يضرب على وجهك. وكل شوية أيركونديشن سوى مصر 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 عدد سكانها فوق 100 مليون. عدد الموظفين الحكوميين بها بس 5 ملايين، والعراق عدد سكانه 40 مليون، 6 مليون موظف. تتدري بس الموظفين بدرجة سائق بوزارة الثقافة العراقية أكثر من عدد موظفي وزارة الثقافة الصينية كلها. بس أنا فكرت وقلت إذا كل متعين جديد يصير معطاء ويقطلنا طلي بالطرمة، ها؟ يا صين يا مصر، وتشوفه مدندل من كتيبة الشباك وينقط ومنفوخ والقصاب متشلبه بالفرودة يصلخ يول يول يول. لا يظل واحد بينا بيه فقر دم، القصاصي بتفصل الفروات كوتات، فروان سياقة تصير، والسكارة تشبع باشات، وريحة الكرشة تعمي دول الجوار. وهم زين تلاحقت على روحي وفكرت هي مال عدد موظفين ومستقبل وعجز أسعار نفط، خلي الناس تاكل معلاق بالعافية. ورا العيد الله كريم موت. وبما أنه العيد عطاء وطليان وتعيينات، فالحكومة مستمرة بعطائها. شرعت وزارة التجارة بتطبيق تجربة الرغيف المدعوم للراغبين من المواطنين بدلا من توزيع مادة الطحين في 3 مناطق من العاصمة بغداد. التجربة تعتمد على اختيار المواطنين لتسلم الرغيف أو الصمون من وكلاء مخابز محددين بدلا من استلام مادة الطحين شهريا. استبدال كمية الطحين بالصمون ورغيف الخبز، يعني 4 صمون للمواطن، 120 صمونة بالشهر، 3 من الرغيف الخبز، 90 رغيف خبز خلال الشهر. الوزارة ستطلق خلال أسبوع مشروع لاستبدال المواطن حصته من الطحين ب 600 صمونة من الأفران والمخابز التابعة للوزارة. بدل ما حضرتك تستلمين الحصة وتروحين تنطيها الخبازة أو تبيعيها كيف ما اتفق الوكيل، راح نخليها بعدد خبز أو صمون، 600 صمونة بالشهر. 600 صمونة، يعني كل مواطن عراقي توقع له 20 صمونة باليوم، يعني إذا 3 وجبات فكل وجبة 7 صمونات إلا قمع. نازلين بطولة إحنا، هاي مو كان يشجعونا على أنه نبني 6 باجز، دول راح يشيلونا 600 باجز ما صمون. هذا القرار إذا طبق خلال 6 أسابيع واحدنا يصير مثنى سامراي. هذا طبق القرار عليه من زمان أصلاً، هذا يبلع كتب ومناهج دراسية، هذا فاهم سالفة أكل الكتاب غلط. 2,400,000,000 صمونة بالشهر، شون نعجنهن وين نخبزهن؟ بلا نجيب أبو علي شنقة هو يشنق ويد تقاتل ويد تبني وذراع يخبز. قول نخبزهن بوادي موردور مال سيد الخواتم، شون نوزعهن؟ إذا ردت اليمية بيش نثرد؟ السرعة وين يوصل؟ تعال استلمها ببطاقة إلكترونية، شو كيف ما تروح تستلمها المخبز؟ شيء عبء عن عملية تقنين يعني دسه. طبعاً راح تصير دقيقة 100%. اليوم استلمتي محتاج الصمون تشترينه. عندنا قاسم العارضي يقول زين إذا واحد يريد يثرد بالتشريب شلون؟ وإحنا ننطي خبز على مود يثرد. جيد. هل آلية شو كيف ممكن تطبق؟ والله إن شاء الله إحنا باكر اجتماعنا يعني أسبوع الجاي آخذ الموافقات نبدأ نطبقها في زيونة أعتقد والمنصور كبيئة تجريبية. خلي يشوف المواطن كثير محاور سريعين سريعين يعني راح يبلش بالمنصور وزيونه. هذني اكثر منطقتين من العراق يسوون كيتو. يعني بشرفكم تريد توزعون صمون بالانبار؟ الصمون بالانبار يعتبر شرك، ياكلوه ويا شاي العصر. شنو توزيع الالكتروني للصمون؟ يعني بعد ماكو سر صمون، لو نروح الويب سايت نستلم الصمون كريدت يصير عندنا شنو؟ اذا وقع السيرفر ما نتريق شلون يعني؟ حطوا لنا هذا الرقم مال خدمه الزبائن، حتى واحد يحكي غصون سوونا تجربة بسيطة على خدمة الزبائن. مرحبا بك في خدمة فرنكم، لمعرفة رصيدكم من الصمون اضغط على رمز المربع، للصمون الحجري اضغط رقم 1، للصمون الكهربائي اضغط رقم 2،
لقرص الخبز اضغط رقم 3. للتحدث إلى صاحب الفرن أثير الغريري اضغط رقم 56. وقريبا ترقبوا خدمات البقسم وخبز الشكر والشرك والخفايف والموالح والكليتشة وكل ما يرغب به عرضك. سيادة الوزير انطينا الطحين واحنا نحير به، بعدين ترى نتعود، اليوم تسوون لنا الصمون باشر اقول لكم اخذوا التمن طبخوا لنا اياه وجيبوه. واحد يريده بزل وذاك الاخير يريده تطبيق وتمن احمر وبرده بلاو. بعدين وراها اخذ التايد واغسل لنا الهدوم، بعدين اخذ الصابون وضر طولة حيل. كلش طويلة هاي القصة. انت ايش جابك هنا سيادة الوزير؟ بطل اثير انت مو مال التلفزيون، ساعة عربان. كملي على العديات شنطه والله. هاو السودان موزع بيض، هاو احنا علينا المجب القيض، هاو هاي النعمه وصارت فيض. شكرك حيل السوداني، شكرك حيل السوداني، بهذا البيض السراني، هذا البيض السراني، مروح بديك وخواني، مروح بديك وخواني، وزع لك بيض السودان، وزع لك بيض السودان. لحد هسه صمون وبيض، بعد شوي عم بس يا الوزير بلا امرا عليك حتى صدق تصير بالروح افديك وخواني. زين حبي اثير ليش هذا البيضني؟ ها تعال اخذ الطبقه مالتي وجيب لي اياهن، اريد 10 مسلوق سجل يمك، 5 عيون و5 اومليت والباقي رجعهن دا اسويهن قناع للبشره. وزار هاي لو عربانه مره يوقف بالصدريه علاوي بيضاتك شلون تريدهن؟ والله انا بيضاتي اهديهن مع الوزير، يعني كل من حر ببيضاته، بس يعني الوزير ايش هواي راح يصير عنده بيضات؟ بيضات العراق كلهم تفيدون معالي الوزير. بالعافيه عليك وسياده الوزير، وبالعافيه عليك كل بيضات العراق، وفوقهن بيضات علاوي. ونرجع ونقول هو العيد شنو غير عطاء وبيض و20 صمونه ولما حلوه ويا الاهل والاحباب وطلعات للمطاعم. ضيافين نزلاء قالوا رشاد المسلمين في مطعم مادو في منطقه الجادريه. أكيد هذا المطعم هو من المطاعم المشهورة في بغداد وأثره الكثير من الشباب من المحبين، وهو يقدم وجبات إفطار ووجبات سحور في رمضان. ممكن المنيو سيادة الوزير؟ عندكم توصيل بالليل لو لا؟ ممكن تقييمك للأكل؟ سيادة الوزير ندري عفت الميليشيات وصرت وزير، بس الستوري بيش تحسب لنا حتى أدز لك فلوس تسوي إعلان وتطلع تقول هذا أحسن برنامج بالعراق وسوي أكلات طيبة وسوال. زين ممكن أعرف إيش قد عندك فيوز؟ والدفع بالدولار الامريكي لو الاسترالي زين هم انطيت تنازلات حتى يصير عندك جي كلاس؟ لو انت من جماعه محمد الباوي احكي الصدق، احكي الصدق، من تتعارك هم تهدد بخوالك بالعصائب لو تهدد بجند الامام؟ اعتبار انا مهمتي انا اشجع كل العاملين، اشجع المطاعم المحلات المولات الشركات، اشجع الشباب حتى يروحون يسوون مثل هاي المشاريع حتى طبعا. ينجحون مو شغله اسوي دعايه اكيد. يا ميدو هجمه ليش هذه الهجمه معالي الوزير؟ ام داتش يا الايتش. بالتاكيد اكو احد العلماء يقول كنا صغار فيمنا قطار يقول القطار واقف واحنا نلعب بصفه ما لنا شغل به، بمجرد يتحرك على السكه كل احنا نشيل الحجار ونبدي نشمر عليه. يعني هذا اللي صار في موضوع المطار تعتبر جزء من الاستهداف. اذا ساكن ما لنا علاقه به، لكن اذا تحرك تلقائيا نروح نهاجمه. أعلنت وزارة العمل مقاضاة إدارة مطعم في بغداد بتهم اجتزاء كلام لوزير العمل يا مريضة يا سايكو هدول دموع مش تمثيل أحمد الأسدي خلال مأدبة إفطار لدار المسنين وتحويله إلى إعلان تجاري خلافا للسياقات الأدبية. من هذا العالم اللي يضرب حجار على القطارات؟ من هو هذا العالم؟ من هو؟ والله ليش تضرب قطع؟ هذا عالم يا عالم هذا اللي يضرب قطع شبيه هذا مخبل؟ شبيه يصيد طيور شنو؟ أنا من شفت الفيديو مالتك بالمطعم اللي تسوي إعلان كنت أردنهد بيك بصراحة سيادة الوزير، بس فكرت أنت إيش جابك على هذا المجال سيادة الوزير؟ كنت قاعد باحترامك من جند الإمام لأستراليا، من أستراليا لجند الإمام، هسه تعال دور فيلر وشفط تكساس ولازم مكانات تنفخهن ومكانات لخ لازم تشفطهن راح يلعبون بقراج ميزانيتك، والله تقوم تمشي صفح. طبيت بنص هذني هاي خوالها بالعصائب، ذيك عمامها بالمخابرات، شبيك؟ كنت ميليشياوي محترم نفسك، محطوط على قوائم الارهاب، شحالاتك مجاهد.
تطلع طموي امريكا الطب على رزق الفاشن ستات فيك حلو محقق كسب اول بوست صارت لك مشكله ما يخلوك تشتغل لو مو وزير لو مو كتائب دخل واحده منهم تفتح بيك لايف للصبح بعض الوزراء عين دنيه انا ما اقول اسمه يعرف نفسه هو جنده والله شو لك بالسالفه هاي شنو قصدك بهاي الحركه ما دافتين شنو هاي مال اعلانات شنو هاي اكو شباب ماخذين هم مشتركين بثلاث قروض ابتكارية يعني ماخذين اعتقد 60 او 50 مليون من الوزارة قبل كم سنة يسمونها القروض حاضنات الاعمال اللي هو 20 مليون طيب هم ثلاثة فاخذوا قرض 50 او 60 مليون اشتركوا فيه فتحوا مشروع في شرق القناة بالرصاف اي اسمه بيت الشباب تدري الان ايش قد يشتغلون عمال في هذا المشروع اي 100 عامل ما شاء الله الحمد لله بدأوا مشروعهم في هذا البيت قديم متهالك رمموه وسووا مطعم صغير ثم اخذوا كبر المطعم اخذوا قرض من البنك المركزي الان اللي يشتغل عندهم انا رحت سحرت عندهم قبل كم يوم بس ما طلعوا لي اعلان ترى هم يطلعوا لي اعلان لانه انا بالحقيقه ودي اطلع يوميه في مطعم في فندق بس التزاماتي هوايه والله ويا مليشيات صدقه قصص النجاح هاي العظيمه قصص النجاح ايش قد تعطي الهام وزير العمل اللي يشجع الناس على العمل شوف بامريكا ثلاث شباب بجراج بيت سووا جوجل احنا ثلاث شباب بسيطين ب 60 مليون دينار قرض سووا مطعم وش قد شرفاء بحيث سوالهم اعلان وما طلعوه يعني ما محتاجين وزير حبي تدري ليش صاحب المطعم يقعد ويا رئيس الوزراء شخصيا انت منو شو يسوي وزير عمل خل احكيكم قصه النجاح البسيطه لهذا البيت القديم المتهالك اللي صار مطعم هذا شكل المطعم حاليا ورا ما رمموه ب 60 مليون دينار فقط وشهد نجاحات باهره والحمد لله نلاحظ صاحب المطعم الأستاذ الشاب علي هلال خلف وهو مجرد صاحب مطعم عادي حال حال أي مصاحب مليارين مطعم بالعراق رواد المطعم مالته من الشباب العراقي البسيط وما يختلفون عن أي عراقي آخر مثلا عندك من رواد المطعم الشاب فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي ويا زينة الشباب مصطفى غالب مدير البنك المركزي السابق والشاب حسان الياسري نائب محافظ البنك المركزي والشاب أحمد المبرقع وزير الشباب والشاب عمار موسى أمين بغداد والشاب محمد جابر عطا محافظ بغداد والشاب مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء والشاب منير السعدي رئيس جامعة بغداد والشاب فراس عبد الحميد عبد اللطيف عميد كلية التربية ابن الهيثم علوم الصرفة والشاب أحمد الدهلكي مدير عام مركز التدريب المالي في وزارة المالية والشاب محمد عصمت مستشار الحكومة الإلكترونية في أمام مجلس الوزراء صفقة وجمع كريم من الحضور مع حفظ الألقاب والمناصب سيدي الأكل بيش هذا المطعم خلص الغصون غصون بيش الأكل نفر الكباب ب9000 والقوزي ب12000 والمقبلات مجانا بلاش والله العظيم بلاش تروح العصريات تاكل واي معامله عندك واقفه بدائره من دوره الدوله تمشي موازنه عليها مشاكل تمشي عركه الصين وتايوان تنحل هوست الكوريتين كلها تنحل غصون منو هذا الشاب الطموح اللي مسوي كل هذا البوفيه المفتوح اللي بكل ما لذ وطاب من وزراء ومستشارين ومدراء عامين بقرض 60 مليون دينار بس وهي قصة النجاح من هذا؟ مدرب تنمية بشرية ضيفنا في برنامج شباب وبنات لهذا اليوم كل هلا بيك ستار أهلا وسهلا نورنا الله مساكم أنا علي هلال خرف ماجستير طلاق تدريس وبحوث من الجامعة المستنصرية أعمل حاليا مدير معهد البشار للتنمية والتدريب أكد الأمين العام لحركة البشائر الشبابية النائب ياسر المالك لحركة البشائر خيرا نزلوا الكبابات اشوا الطماطات داروا الزلاطات عدنا اجتماعات صفقة البشار والياسر الصخيل والسيد نور المالكي والسيد علي هلال خلص كل هالحفلة ب60 مليون دينار بس ثلاث شباب مبشرين من البشار الله فتح بوجههم ويقول لك ماكو فرص ما يخلينا نشتغل ما حد يشتغل اذا ما عنده ظهر انا هم كنت اقول ايه بس فكرت اقرب طريق لقلب السياسي جهاز الهضمي او غير جهاز بيت بالوزيريه قرض 60 مليون دينار ثلاث شباب طموحين اثنين مفقودين واحد بالواجهه واذا عندك مدير اسمه ياسر يكون افضل واذا عندك علاقه بحرف الشين فرصتك تصعد بشائر بشير نوري يعني هيك سوالف
شيشين وما انقلوا تنور وخبز حار وامورك بالبشاره الحمد لله. زين استاذ علي هلال خلف ايش عجب لي هسه ما جايب زيد الطلقاني؟ ام شاب طموح وماخذ قروض من كل الوزارات ما شاء الله عليه، ومن ناحيه حبه للاكل يعني مشهوده للرجال، الرجال مطبق قرار 600 صمونه واحتمال عابر القرار. نرجع للعيد، ما هو العيد؟ العيد هو تصالح وتراضي وتحابب وعطاء ووساطات، يعني اذا كنا متلاطمين ويا احد نتصالح وياه ونفضها بالعيد. خمس ايام تضربون معلاق على مود فقر الدم اللي وصفه الدكتور وراها ترجع تدفل بوجهها عادي ما عندك. بس هي مناسبه جميله للصلح ونسيان الماضي. ابدى رئيس الجمهوريه الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد استعداد العراق لتامين الحوار بين الاطراف السودانيه على خلفيه الصراع الدائري منذ يومين في عدد من المدن السودانيه. رئيس الجمهوريه دعا في بيان الاطراف السودانيه الى اللجوء الى الحوار لحل الازمه وايقاف القتال والاعمال المسلحه، مشيرا الى ان استخدام السلاح والقوه لا يصب في مصلحه الديمقراطيه ولا يعزز من فرص الحوار. فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد اللطيف رشيد، حلوة المبادرة والدعوة للحوار، بس نقترح لو تبدي بنشاطك محليا وبعدين من تحترف روح احترف عالميا عادي. العب بالسودان بنادي المريخ السودان، شو تسوي روح سوي عادي. خذ لي هاي المبادرة مالتك الحلوة ومال الحوار وروح سير للناصرية والعمارة وتحديدا بالاصلاح، اكو عركة عشائرية جديدة هناك. مو قوية هاي العركة، اي انا هم احسها مو قوية بصراحة، مو كلش. إذا ما عجبتك وتحسها اكو عركة نازلة على قناة باليوتيوب، القناة اسمها إعلام عشيرة بيت رويمي. فخامة الرئيس ابدعتي، شيل مبادرتك وروح البيت رويمي. اسأل لنا اياهم سؤالين. الأول شنو تشيت المستخدمين ما الطلق ما يخلص؟ شنو هذا؟ شنو هذا؟ السؤال الثاني، من هو اللي ورا البساتين اللي يرموا عليهم؟ من هو المقرود اللي ندق بيهم بحيث رموا عليه سيرفرين ماي كول اوف ديوتي؟ لو كينج كونغ هم كان مات. هاي يلعبون قصه لو ديث ماتش. شنو مين لهم هالقد مذنب؟ اقول لك ايران فاتحه مخازن السلاح للعراق للبيت الرويمي. اي ما هو العيد؟ العيد هو معلاق وطلقات وهوسه وبيت الرويمي، على راس بيت الرويمي، والله ونعم منكم والله. ونرجع ونقول هو شنو العيد غير عطاء وتعيين ومعلاق وعشرين صمونة وقرض مطعم على قد الحال والله يوفقك بعدين وطبابة خير بعركات الدول، وكل عام وانتم بخير وصحة وسلامة وإن شاء الله وين عليكم وخليكم يا رفض شوية راح نوزع العيديات. شكرا. اللي تشوفوه هنا هاي عيديات راح اوزعها اليوم للشعب العراقي بمناسبه العيد. علي ايش قد يمك حبيبي؟ سيدي 424 مليار وكسور. الكسور ايش قد؟ انا دقيق جدا. الكسور اعتقد 200 مليون دولار وياها. سهله اوكي. ليش راح اوزع فلوس بالعيد؟ لان اجى العيد. هاي مو فلوس الامانات الضريبيه، لا عبالكم لزمنا لابو هذي وهان، لا حبيبي هاي غيرها، ما لنا علاقه احنا بيها. اي هاي فلوس كلهم ذني راح يصيرن الكم انتم العراقيين 40 مليون واحد، راح تتوزع عليكم هذني. بس بصراحه انا ما راح احسبكم 40 مليون، راح احسبكم 35 مليون. ماكو احصاء. تريدون احسبكم 40؟ روحوا سووا احصاء وتعالوا. انا ابو الفلوس بكيفي. اتكبر عليكم، اي اتكبر. مديرك مو طب للصبح صباح خير استاذ صباح خير امي ابو عم خلقتك اصلا بس انا ابو الدخل لازم تصبح عليه صباح خير استاذ نفس الشيء هاني وعليه انا ابو الدخل وانا ابو المالات وراح اوزع عليكم هاي الفلوس كلها واقسمها بيناتكم كل نفر من الشعب العراقي راح توقع له من هاي الفلوس 12114 دولار دفتر و21 ورقة و14 دولار كل مواطن عراقي يحمل الجنسية العراقية كل نفر شارب من دجلة والفرات
وظهره محصف من حر العراق وصدره متنك من أجاج العراق ومستفزه برنامج كات نكات راح يحصل هذا المبلغ. تمام؟ بس راح اقسم عليها 114 دولار اللي قدام شويه مال بنزينات المركبه الفضائيه. كل واحد توقع له دفتر 20 ورقه. دفتر 20 ورقه ايش بيه خير من الله؟ انتوا خمس نفرات بالبيت يعني يجيكم 60,000 دولار، ست شدات تجيك. هاي فلوسك، والله مو شقه جديات، هاي عيديتك. بس انا فكرت. قلت حتى انطيكم الفلوس وتصرفوهن براحة بال، فلازم يصيرن الفلوس حلال. فقبلها لازم نصفي الديون اول شيء ونطلع منها ذن الفليسات بعض الاشياء اللي مباقه من 2003 لليوم. حتى ما ننطلب ونوقع بمشاكل ويا الديانه، فراح نبلش جرده الدخل مال 20 سنه اللي فاتت، واللي يصفى حلال عليكم، والله ما يلا دخل ياكلون، اضرب معلاق، لا فقر ولا فقر دم بعد. خلاص مقصر وياكم. عايل عليك انا احكي، عايل عليك. قصون ايش قد عندنا فلوس؟ وتخمن إحصاءات وبيانات حكومية ودولية أن مجموع واردات العراق المتأتية من النفط منذ 2003 يقارب 1,000 مليار دولار. في قصص العقود، في قصص العقود دفاتر لا تنتهي، في عالم الخمط النقي لعبوا بالنقود. وهناك معطيات ومؤشرات تخمن أن ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج. من كل مجرى ومن هولى، من كل سبتة جعنا بركضة مثل الأرض. سرقوا بترول الآبار وباعونا للجيران. من كل مجرى ومن هولى، من كل سبتة أول أنا آسف حقيقة، مرات يسموني مبص الفرحات ومرات أبص العياد همات. فهاي 150 مليار دولار لازم نطلعها من هاي الفلوس، يعني حق العالم ما ننطي؟ تأكلوا حرام يعني؟ أنا ما عندي مشكلة، أنا رجال بالفضاء، أكل حلال أكل حرام أكل قواطي، بس أنت شلون؟ إذا أنت تقبلها على نفسك أنا ما أقبل عليك. أستوكم شتوا صامين، حرام من أكل. خلاص لازم نطلع 150 مليار دولار لان ذني باقن، شو اسوي بعد يا ربي؟ وهن طلعا واحد للخارج، ترى مو واحد هربهن، فما وقفت على 150 مليار دولار. خير من الله علاوي يقص ال 150 مليار دولار حبيبي. يلا اشتي ايدك، لا تخافون، خير كثير، باقي لكم هواي عيديات. في عام 2007 استوردت السلطات العراقية منظومة أجهزة أمنية من بينها معدات خاصة لكشف المتفجرات تجاوزت كلفتها 200 مليون دولار أمريكي. في 2008 صرح مصدر من الداخلية العراقية أن بغداد اشترت أجهزة جديدة بقيمة 32 مليون دولار أمريكي من شركة بريطانية يرأسها رجل الأعمال جيمس ماككورميك، لتثبت التحقيقات فيما بعد أن ليس للجهاز قدرة الكشف عن المتفجرات. وفي عام 2011 حظرت الحكومة البريطانية تصدير الجهاز وألقي القبض على العضو المنتدب للشركة المصنعة للجهاز للاشتباه بالاحتيال. أما السلطات العراقية فقد تجاهلت القضية برمتها واستمرت في استخدام تلك الأجهزة، ليأتي الحادث الأخير في الكرادة ليزيد من الأصوات المنددة بالفساد الأمني المستشري في البلاد. علاوي حبيبي شيل لك 232 مليون دولار فلوس الجهاز، لا تخاف الخير كثير، شوفوا الشمبر ايش كبره بعده وبي خير من الله فلوس. يعني انا اسف شويه نقصت من حصتك، انا اعتذر. يعني شوف والله انا اقدر اقول 232 مليون دولار من عندهم صرفناهن على جهاز وعباره عن صندوق بلاستيك وكلاوات، وسعره بالسوق 200 دولار باعوا علينا الجهاز الواحد ب 40,000 دولار،
وفساد وعمولات وبريطانيا سجنه والتاجر اللي باعناه 10 سنوات واحنا نحكم ضابط بالداخل 4 سنوات وطلع وما حد يتحاسب وراها. انا كل شيء اقدر 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 بس انا فكرت بصراحه كنا غشمه دوله استوى فتح على باب الله وصارت عندنا مشكله صغيرونه 50 مفخخه باليوم نعزل يعني بعدين شنو ذنبنا نغشينا وشوفوا الغش حتى ببريطانيا وصل احنا رحنا بكل هدوء سلام عليكم اخوان عندنا انفجارات شنو الحل هاك هذا ابو الاريل يكشف السياره على بعد 10 كيلو ميد ان يو كي صدقنا جبنا طلع هو نصاب حتى ببريطانيا كغش والله سبحان الله ونحكي على ربعنا يخبطون مي بالبنزين عندك اعتراض على هذا الجهاز حقك عيديتك نقصت وروح اسال احمد البدران ابو شركه واحد الباديه وفاضل الدباس ورئيس الوزراء بوقتها نور المالكي ومدير مكافحه جهاز متفجرات بالداخليه جهاد الجابري اللي سجن 4 سنوات وطلع مالكم علاقه صح نقصت 232 مليون دولار بس الخير كثير يا ولد كان العراق مشاهدينا الكرام قد تعاقد على شراء 10 طائرات بسعر 27 مليون دولار للطائرة الواحدة بدون التنسيق مع وزارة النقل هي صاحبة العلاقة بل اعتمادا على مشورة القيادي في حزب الدعوة مستشار المالكي لشؤون الطيران والموانئ أحمد السعداوي هذا تعتبر من الصفقات المشروعة الصفقات التي عقدت من قبل شخصيات متنفذة في منصب رئيس الوزراء ولكن مع كل الأسف أن هذه الطائرات وهذه الصفقة لم تتخذ من قبل منصب رئيس الوزراء ولا حتى من قبل القضاء أي إجراء قانوني وأنظر الآن عندي وثائق إن شاء الله سوف تصل بعد أيام وأظهرها أيضا على الملا بأنه أسعار الطائرات في سنة 2008 وال2009 وال2010 أسعارها من 24 إلى 25 مليون دولار إحنا جابوها إن بال2008 أسعارها 38 مليون دولار الله يحب يشيل لك 400 مليون دولار نسدد بهن صفقة الطيارات وأخذ بقدهن بعد للتصليح لأن ذن الطيارات قسم من عدهن عطل يعني آسف شوية نقصت من فليساتكم والله فشلان من عدكم والله العظيم بس أرجع وأقول المال الحلال إخوان كل شيء ولا تأكل حرام يعني بقى كنت أقدر أقول إنه هاي الصفقة كانت واحدة من أغبى الصفقات بتاريخ العراق لأن جابوا لنا طيارات أولا فرق بالسعر ثانيا من وراها دفعنا 142 مليون دولار لخطوط الجوية الكويتية ثالثا طلعنا متوالم أجواءنا رابعا ناما بالمطارات ودفعنا بقد فلوس قراجية الكندا خامسا طلعت 70 راكب من 180 راكب سادسا هو المالكي ليش ما سوى شغلة براس أحاض أقدر بس تلاحقت على روحي وفكرت قلت إذا الطيارات بتوالم أجواء العراق الحارة فهو حر العراق من مقيش وياه حتى تقيش وياه طيارات كندية بعدين جبناها وارد احنا سيارات السيارة اللي حورناها طيارة ما نحور والحر غدر بينا بعد شو تسويها ما مقسومة لنا مو تشتري سيارة ويقول لك قرفتها مو زينة التفت عليها حية هاي طيارة نقود التف عليها عربيت خلاص مو دا نقصت الفلوس عادي انا ما لي علاقة بقى عيديتك نقصت تقدر تروح على احمد السعداوي مستشار المالكي لشؤون النقل والطيران وابن المصون اللي يشتغل بالمعرض اللي باعنا نفس الطيارات ونور المالكي طبعا كان رئيس وزراء لا تخافون حب الخير كثير والله الخير كثير بعده ريشن تقدر ب 200 مليون دولار بحسب التسريبات كان من المقرر أن يدفعها وسطاء على شكل عمولات إلى المسؤولين العراقيين عن إبرام صفقة السلاح الروسية التي تفوق قيمتها الأربعة مليارات و 200 مليون دولار ما دفع بالحكومة إلى فتح تحقيق لكشف المتورطين في الصفقة ليتقرر على إثر ذلك إعادة النظر والتفاوض مرة أخرى وبوفد جديد مع الروس ظهرت إلى العلن قضية طائرات النقل سي 130 الأمريكية والتي تؤكد جهات نيابية أن وزارة الدفاع قامت بشراء 6 طائرات منها عام 2008 بمبالغ تفوق 3 أضعاف ما تم بيعه لدول خليجية من ذات النوع طائرة الواحدة تشتريها دولة قطر ب 98 مليون دولار والعراق يشتري ذات الطائرة من نفس الشركة بقيمة 250 مليون دولار صفقة أسلحة أمريكية تقترب قيمتها من ملياري دولار علاوي أعرف بس هسه أصبر عليها سأشيلها مليارين و 200 مليون دولار شبيك يعني أنت بهزين لا تغلط بالحساب يحتاج أكرر لا ما يحتاج هسه أشيلها يلا حمل يلا حرام وحلال ومال حلال وفكرت وراح افكر ترى ما عندي مشكله انا هسه والله ما عندي هسه افكر انا بس على موتكم وعلى مود وقتكم وفلوسكم
عندكم مشكله في ليسات الراهن روحوا على وزير الدفاع عبد القادر العبيدي، زياد القطان، نور المالكي. بس دقيقه، هاي 30 دولار راح نشيلهن من كل نفر مالات المليار دولار اللي ضاع بزمن حازم الشعلان بال2005 من كان وزير الدفاع. تريدون تعترضون على المدرعات؟ انا اللي طلع ما مدرعات ومحركات قايمه وخرن دهن وضايجين على ام بي 5 البولنديات اللي اشتريناهن ب 3500 دولار وطلعن مصريات وسعر الوحده ورقتين ومخثوثين لان دفعتوا 15 سنت بطلقه كلاشينكوف اللي سعرها 4 سنتات وضايجين لان اذن كلهم راحوا على حازم الشعلان وما ادري. روح على حازم الشعلان، انا ايش علي افكر؟ الخير كثير لا تخاف، العراق هذا معود. كشف وزير المالية علي علاوي أن عدد موظفي الدولة العراقية يقدر ب 4,500,000 موظف، منهم 250,000 موظف فضائي، أي أولئك الذين يتقاضون أكثر من راتب أو مسجلون موظفين من دون عمل. فقط قارنا بالورقي تمكنت بهذا الشهر أن نخفض 50,000 فضائي دفعة واحدة أربع فرق. يعني أنا أشعر بالأسى أنه هذه المدة كلها ندفعها الرواتب وفلوس ما عندنا وجنود دين قتلون. علاوي شيل لك فد أربع قواني خل أفكر. شباب يعني الفضائيين العراقيين حالهم من حالكم، ليش هذا التهميش؟ اعتبروهم أخذوا عيديتهم مال كم سنة لي قدام من وقت. بعدين هم أخوتنا مشاركين بكل شيء، مقاتلين فضائيين، موظفين فضائيين، شهداء فضائيين، مقابر فضائية، قيعان فضائية، جوازات فضائية. 400-500,000 عراقي عايشين يسترزقون، ليش ما تريدهم يشاركوكم بالعيدية؟ يلا ما بيناتنا فلوس، اعتبروها ال 15,000 مال جباية صقر بغداد. هاي الفضائيين او ذكروني بشغلة صقر بغداد غير احراج والله العظيم. هسه ما ادري احكي له افكر. لا لا دقن حاسبه شوفوا ايش قد يطلعون ايش من الفلوس. يلا يلا سيدي وعيد وفرحه من تحسب انطي انطي لك بابا. هاي حقوق ناس من يدري باكر عايشين ميتين، كل من ياخذ حق اخوي. بعدين الخير كثير بعده خير من الله. فمزاد العملة وصفقات الفساد التي تقودها الأحزاب يعود إلى الواجهة مجدداً مسجلاً أكبر صفقة فساد في تاريخ العراق وفق بيان هيئة النزاهة العراقية التي كشفت في بيان رسمي أن مقدار الضرر بالخزينة العامة بلغ ما يقارب 4 تريليونات دينار عراقي. في ذلك الوقت 312 مليار فقط اللي كشف عنها او الجهات اللي اطت وثائق انه هذه اموال مهربه من العراق. يعني الرقم قد يكون مضاعف. منهم رائد محمد غلام، محمد غلام، سيف يوسف غلام، وسلام الله على الغلام. علاوي شيل الفلوس. إن شالن اصلا جفت غلام شالن وطلع. جيد استاذي، احنا نقدر نقول مزاد العمله خمط وهدر للمال وفساد وتهريب عمله صعبه للخارج، والأحزاب ملتهية ومستفادة من فرق السعر ويوم صعدوا ويوم نزلوا والهدر هو فساد. بس هم فكرت أبالكم سهل أفكر؟ يعني شلون ما نسوق بس دشاديش مشققة جابين مليار وصل مسح منين نجيب؟ بيش نمسح الجام؟ لا لا قولي بيش رقب مليارين ونص صيف ورطوبة الدنيا والرطوبة زينة للصحة. بعدين ما أقدر أفكر هواي بالموضوع، هذا موضوع مال خبراء اقتصاديين مظهر محمد صالحاني. ايش قد راح تقريبا 3,200,000,000 دولار مو هواي. خل افكر بعد. دخل افكر. لا 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 خلص خلص. لا لا شو خل افكر. خلص خلص لا تخافوا الخير كثير، الخير كثير كثير. كشف البنك المركزي العراقي عن حجم الاموال التي استولى عليها داعش خلال احتلاله الموصل، وقال انها بلغت 856 مليار دينار عراقي. المصرف المركزي العراقي أكد في بيانه أن مقاتلي داعش سرقوا ما يقارب 120 فرعا من البنوك التابعة في الموصل، وهي فروع بنك الرافدين والرشيد، إضافة إلى 9 بنوك أهلية. هل تعلم أستاذ خالد قبل دخول داعش إلى الموصل بيومين تم تحويل مبلغ 400 مليار دينار عراقي من البنك المركزي في بغداد إلى البنك المركزي في الموصل؟ فهو حول من بغداد إلى الموصل. إلى الموصل يومين فقط قبل سقوط الموصل بيومين. أضيف لها مليارين دولار مال النفط اللي باعته داعش من حقول كركوك ونينوى وصلاح الدين تقريبا طبعا، فيصير ايش قد ويا الفلوس اللي راحة من البنوك 3,500,000,000. شوف أنا أقدر أقول نوري أطبن، نوري أطرن، نوري أخبن،
واقدر اقول قائد عام للقوات المسلحه وكل تقارير استخبارات تشير الى تمكن الارهابيين من المدينه، شلون يحولوا لهم فلوس؟ بس فكرت نوري ما قدر يسوي خطه عسكريه حتى يحرر الموصل من داعش، فقرر يورط داعش بالمال الحرام. وكلنا نعرف شنو تاليه مال الحرام. ما شايف مسلسل مال البنون انت؟ عرفتوا ليش ما ردوا كلكم حرام؟ لا تخافون، الخير كثير راح يغرقكم الخير. هاي مال 7 مليار اللي غرقنا بمصرف الرافدين. الخير كثير يا ولد، الخير كثير. مشروع منار صافي العملاق الذي صرف عليه 1.320 مليار دولار، وتم عام 2017 افتتاح المرحلة الأولى منه، واستلم المقاول أكثر من 1 مليار دولار، لكن تم عند افتتاحه تجريبيا انفجرت كل الأنابيب، وذلك لأنها خارج المواصفات الفنية، ولذلك تم حلحلة الموضوع والكتمان عليه لحد هذه اللحظة. العراق لم يتعاقد مع شركات أجنبية لها خبرة، العراق تعاقد هذه المرة مع شركة المبروك، وهذه الشركة حصريا تابعة إلى السيد عصام الأسدي الذي يعتبر الممول الرئيس لحزب الدعوة الحاكم. علاوي 1.320 مليار دولار خفيفة. لا هاي ثقيلة حبي، هذا مشروع مال ثقيلة، لو خفيفة كان بالشط تسقطها وهي تروح، بس هذا مشروع ثقيل. يا ظلام حرام عليكم، بس ردنا نخ باحترامنا، حرمتونا من الخ وهي بس ما راح افكر اخوان راح انا مضطر اقص والله مال الخ مال عيدياتكم شويه من عندها، واللي عنده اعتراف خلي يحصرها او يروح لدجله سيتي ببغداد، كلها مطاعم ورفقات على الشط، روح اضرب يم عصام الاسدي وابن محمد وهو يحرب الخير كثير يا ولد، الخير كثير. انفقنا 80 مليار دولار هدر، ذهبت هدر وعندنا الكهرباء ما موجودة. قدرت تصرف 80 مليار من عام 2003 لحد اللحظة. المطلوب الصد الكهرباء وتوفر من الكهرباء، ولكن مع الشديد الفساد والفوضى خلت هالأموال تذهب بطريقة غير علمية. خلي أعطيكم طريقة علمية نجيب بها كهرباء. تجيب الفلوس تشتري بها محطات كهرباء. غن 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 شنو رأيك بخطة أبو المولد الركن؟ لا ويا الكهرباء أنا ما أقدر أفكر بصراحة، ولا أريد أفكر. وإذا تريد تعرف من المسؤول روح على نوري والشهرستاني، جابوا لنا مولدات تشتغل على الغاز وإحنا حتى غاز ما عندنا، وشكوا وزير كهرباء هم روحوا له. مو هواية والله ذني، بال 2015 استوردنا توربينات مال مولدات كهرباء ب 21 مليون دولار ومن شركة بريطانية وهمية، وطلع من ملاعيب مال جهال. نرجعها نكسر بنفسية الطفل؟ هم كهرباء ماكو، هم طفل نفسيته تعبانة يركسك للصبح؟ علاوي قص من الفلوس ما اعتبرها عيدية للجهال، جهال العراق يستاهلون. الخير كثير، الخير كثير. السيد أحمد الكربولي كان وزير الصناعة، وزير التربية أحال عقد بقيمة أكثر من 800 مليار دينار إلى وزير الصناعة اللي هو بنفس الكتلة اثنينهم مع بعض. هذا العقد لبناء مدارس أهلية جاهزة، نظام البناء الجاهز الكونكريتي بقيمة 800 مليار. قضية مدارس الهياكل الحديدية التي نفذتها إحدى الشركات الإيرانية وبتعداد 200 مدرسة داخل البلد في العام 2008، والتي لا تزال رمزا للتلكؤ والفشل وضياع ملايين الدولارات فيها. مصدر برلماني يقول لأخبار الآن إن اسم الشركة تغير، ثم تبين أنها أحد أوجه الحرس الثوري الإيراني التي تعمل في العراق. الشركة الإيرانية حصلت على نحو 45 مليون دولار كدفعة أولية عن المشروع ثم اختفت، وهناك شبهات فساد تحوم حول مقربين من المالكي بسبب اختفاء أموال المشروع بالكامل في عهد الوزير خضير الخزاعي. كان العقد المبرم بين الشركة ووزارة التربية العراقية يخلو من الشروط الجزائية التي يجب أن تفرض على الشركة في حال أخلت بأي من بنود العقد، كما أن هناك مجموعة مقاولين عراقيين عملوا مع الشركة ولم يستلموا مستحقاتهم منها. هاي بوقتها على أساس سوينا مدارس ندرس بيها، بس سوينا درس ما راح ننساه أبد، لأن الطرف اللي ندق بيه إذا فتحت هذا الملف هو الحرس الثوري. يعني إذا تريد تسأل ليش نقصت عيديتك فلا تفشلونا ويا تجار فدوه، يعني فلوس غاز ما مسددين أنتو،
فتحوا لنا مخازن السلاح ببلاش، مخازن علم هم ببلاش. رجاء لا علاوي شيل الفلوس وروح اشمر من الحائط الجيران. يلا ما اشمر هنا، اشمرهن انت. ليش؟ احنا نشمر عليهم شدات، هم يشمر علينا ارض ارض. تي تورطني، روح اشمرهن انت. لا تعال سدد صفقات فساد المناهج الدراسيه. هذا مثنى، هذا مثنى ما يخوف، حركته بطيئه، نص ساعه يلا يلوف. هم تخاف منه؟ لا هو ما يخوف، بس شركاء يخوفون. شركاء منو؟ قيقو. لا هذا حركته عصيبه حقك تخاف. شقد شقد هن شقد؟ أحد الملفات المهمة والتي أثقلت الميزانية وكلفت أموالاً طائلة طبع الكتب المنهجية لطلبة المدارس بمراحلهم المختلفة خلال الأعوام السابقة، حيث أهدرت مليارات الدولارات عبر إبرام صفقات طبع الكتب بين وزراء التربية السابقين والشركات الخاصة خارج البلاد. اعترف الوزير السابق وكالة قصي السهيل بأن التكلفة المالية لطباعة الكتب المدرسية عام 2019 بلغت 400 مليار دينار، في حين أن التكلفة الفعلية لطباعة الكتب تلك تساوي 80 مليارا فقط، حيث يذهب الفارق الكبير لجيوب الفاسدين. والله بطل، بطل تلك القضية وبطل تلك الوزارة هو السيد مثنى سامرائي، وأنا أقولها ومعجب به بالسيد مثنى سامرائي لأن إيده مو إلى كريم، جدا كريم. شوف أنا هم فكرت هاي كلها على مود دار دور، أجي مثنى سامرائي دق بابنا، ومثنى إذا دق خو ما يدق دق ببلاش، صح هي دقة ناقصة بس شو سوي بعد، تعال على ويسدد، وإذا تخاف حتى غصون تحولهم إلكترونيا نقول خلي غصون. عزيزي المشاهد، انت هسه جايب البيبسي والشاميه والشاميه مالتك وقدر تقرط وتتباوع على صفقات الفساد، احتمال كلش كبير مخلي بسكت على الميز ويا النمنميات وتنتظر العيدية مالتك، بس قبل ما تاكل تحط البسكت على حلقك اصبر خلي نوفي الناس. كتاب الاستاذ علي مسعد الابراهيمي، هذا هي الكتاب هذا معي، هيو وكيل وزارة وزير التربية، هذا الكتاب تاريخه 22/10. خول مجلس الوزراء السيد الوزير بإبرام اتفاقية مع برنامج الغذاء العالمي بتحويل مبلغ مرصد 20 مليار و671 مليون. المأساة أن وزير التربية العراقي بيرسل كتاب للبرنامج الغذاء بقول لهم إحنا ما عندنا مانع غيروا التاريخ واحنا قبلانينها. هذا بتسمح له الكتاب الاسبوع حيرجى قيامكم بتقديم ما يثبت تمديد فتره صلاحيه ماده البسكوت او بسكت هم سميها وجعلها 24 شهر بدلا من 9 اشهر بشهاده الشركه المنتجه الماده، وبعد السماح بدخولها للعراق يتم سحب نماذج ممثله منها لغرض ارجاء الفحوصات المخبريه. هذا كتاب من وزير او مديريه التربيه والتعليم العراقيه، وزير التربيه هو من وقع هذا الكتاب، الوزير العراقي علي على كتاب وزير الابراهيم. 16 مليون دولار، والله عيب من الفساد، عيب من الفاسدين. هسه مو اكو فساد مال ثلج بوزاره الهجره ب 4 مليون دولار؟ اهو هسه راح تطلع تبكي. خبرني ب 12 بالليل النوزع لازم يشرب مي بارد. 16 مليون دولار يعني حتى عيب افكر على مودها والله العظيم. تعال على شيل ترى بعد عندكم خوش عيديات والله صدقوني باوع. المشاريع المتلكي انا جبتها اليوم وياي، موازنة 2014 تتحدث عن موازنة المشاريع، هي وهمية مو متلكئة، أكثر من 6000 مشروع بكلفة 258 تريليون. أكثر من 6000 مشروع يقول متلكئ بالموازنة، قالها بال 2014 اللي ما أقرت لحد الشهر السابع. إحنا ندفع استحقاقات السنة الماضية للشركات النفطية لأن أنتجت نفط، ما طيناها استحقاقها لعام 2014، هذا مقبول؟ مقبول أنا نضيع ثروة خلال هذه السنين السابقة، هذه الحكومات السابقة على البذخ وزيادة عطاءات من قبل القائد الضروري يصير؟ أتقدم بالشكر الجزيل إلى اللجنة المالية على رغم الضغوطات التي تواجهها. السؤال، أين ذهبت موازنة 2014؟ حسن حبيبي تقدر تسأل مالكي وين راحت موازنة 2014؟ 150 مليار دولار والعباد استلم الخزينة فارغة، ولحد الآن ماكو حسابات ختامية ولا أحد يعرف وين راح الفلوس.
لا يقول لك سرقة القرن أكبر سرقة بالتاريخ، 150 مليار دولار استاد. عموما راح نقص فلوس سرقة القرن همات وياها، وراح نقص يلا كافي نلح، افتهمنا مال حلال بس مو لهالدرجة هذه. الحمد لله والشكر سددنا العالم، هسه اجى وقت الونسة بالعيد والعيديات. اضرب يا الشعب، خلي الفقير يفرفش، دق معلاق، الزم سرى. رجاء مري التدافع، الكل راح يستلم. والله 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 ما وزع، اروح والله اخذن واروح. والان وين الفلوس؟ أنا أريد أقول لكم الفلوس راحت، بس فكرت، هو العيد شنو؟ العيد عطاء وتسامح وتصالح ومعلاق ونوري. علي إيش قد كان هنا الفلوس؟ 424 مليار و17 مليون دولار. 424 مليار أعزائي المشاهدين، يعني كان بدي أعطيكم عيديات بس ما ظل شيء، بس كراميات الولد بلا زحمة عليكم. عايفين العيد صار يوم من ينقلون بالفلوس، والله فشلة من الولد، والله عيب. حاولونا في كل واحد على 10 دولارات 10 دولارات، خلينا نجمع لهم نطيهم خطية. يلا كل عام وانتم بخير، عليكم السلام، وان شاء الله نشوفكم، وان شاء الله يا ربي دائما نجيكم بالخير والفرحة. في قطة جديدة وحيلة مفيدة، في قطة جديدة وحيلة مفيدة، في عالم خلق نقي. وإن بقيتم معنا سنلتقي سنلتقي في نصبة سديدة ولخفة رشيدة، في نصبة سديدة ولخفة رشيدة، في قصص العقود، في قصص العقود، حكاية الدولار وخطة الإطار وكذبة السدود، في قصص العقود. لو بيجي شنو 6000 شخبارك؟ شو صحه اخبارك؟ استريحي. ثانك يو. تروحين بالبصره وتقولي لهم انا عفت البشير، شو جيت على موت؟ لا مو عفت، اجلته. انا عفت الا وراح اروح للبصره. خليك ما تتخيل مقلب، مقلب كان هذا اي مقلب، مقلب صفقه 6000 جيبوا لها مي. لا 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 كل مره تسوي هديه، لا كل رمضان هيك تمقلبني. انا اسف والله، بس الجمهور نعرض لما نعرض. لا 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 مقالب. ليش هيك؟ لا تشوف جمهور بالبصره ايش سوى من جبت اسمك، من قلت لهم عفته. ما قلت لهم عفته، ما اجلت، اجلت الموعد. صدق انا وحمزه، وين حمزه؟ انا وحمزه كنا متفقين انه ذاك الاسبوع اجي، بعدين صار الموعد مال البصره واتفقنا على هذا الاسبوع. عفتيني، البصره تستاهل بصراحه. طوش والله، والله ما يخالف. كيوت كيوت والله. اقدم البصرة بعد البصره، ما ماكو لازم عنصر جديد بالبرنامج ضفناه. هذا حاسب نفسه على البصره وهو رايح شهر للبصره. حاسب نفسه على البرنامج والله. جاب احنا وحاسب نفسه على البرنامج والله شهر. هم رايح شهر للبرنامج مو؟ احكي لنا شنو رايك بالبرنامج؟ برنامج؟ ايه كلش احبه. شكرا جزيلا، ممنون. عندك 25 دقيقه مدحيني. 25 دقيقة مدحك؟ اي عادي براحتك، ما عندي مشكلة. زين ما يصير احكي على علي؟ يا ريت، تفضلي تفضلي. عندي شغل، خل اقود السفينة. تعال هنا. قود. خلي بس اقود السفينة لحظة. تعال هنا. السفينة؟ تعال هنا علي. تعال هنا. تعال علي تعال. يلا تفضلي استاذة، خذ راحتك. تعال. صح انت
وسيم. الله. ها؟ شكرا. ولطيف. الله. ورقيق. ايه. تمثيله شنو؟ شريط. إذا عندك عركة منو تاخذين فزعة وياك، ممثل أو ممثلة؟ فزعة؟ ايه. آخذ ماجد ياسين. ماجد؟ ايه. ليش؟ لأنه يتقلب ضحك. اوكي. لطيف لأنه. اوكي. ويحكي حلو. لسانه كلش لطيف. ممثلة تموتين وما تعطيها سرك. ها؟ ممثلة تموتين وما تعطيها سرك. ثلاث أرباع. أسماء أسماء. أرجوك. أسماء. شنو؟ اسم واحد. مات منو؟ سارة أوس. سارة أوس. جيد. أوكي. طلعتي من أدها. إذا كل عمرك راح تمثلين قدام ممثل واحد طول عمرك. طول بس عمري؟ واحد. إيه. نفسه كل مرة تعيدين نفس الأدوار أو قصدي يعني هو واحد ظلين تعيدين تمثلين وياه دائما من هو راح يكون؟ كاظم الساهر. كاظم مو ممثل؟ أنا أريد يمثل تش عليك. هو عنده مسافر. زين هاي من يتأدون عفوي يقولكم لا بالغوا؟ بصراحة؟ إيه. صارت فيه. والله؟ والله العظيم. وبالغتي؟ أنا صافنا على صورة شخص موجود بالصالة، هذا الشخص مصاب بمرض خطير ونايم بالمستشفى، فأني قعدت طبعاً أنا ببداياتي يعني يمكن بقد سارة أوس أو شوية أكبر هيكي، فقاعدة أنا هالشكل مباوع الصورة عندي إنر دايلوج يعني حوار داخلي اللي هو ما أحكي حتى الناس تعرف بس كانوا دا أفكر به هذا الحوار وباوع هيكي الصورة وأنقهر. فأنا ظليت هالشكل وباوعت على الصورة وطلعت. كان يجيني المخرج. كان يقول لي من علمش التمثيل؟ فقلت له ليش أستاذ؟ كان يقول لي تحركي مثلي صغمي سوي الشيء. ترزل. طبعا أنا بعد شوية أبكي. قلت له شو أسوي؟ قال لي مو ديقروا لك انطي انفعالات ويا كل كلمة. قعدت شو سويت؟ هو يحكي. خلق رالي كان خلق رالي كان يلا. يلا روح. إيه هسه مال اروح للمستشفى واطب اكسر الباب واطلع على هذا المريض واسحله بالشارع واذبه وارجع للبيت اكل باكر يلا خل اقوم. كل التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا 6000. نورتينا وشرفتينا. جيت ضيف جدا خفيفه وان شاء الله يا رب نكرهها بالمستقبل يا رب من ارجع الكره الارضيه. توصلنا؟ أوصلكم بالسلامة أكيد. بس أنا راح أودع الجمهور وأنت ظلي وحدك شغف الحلقة. شكرا جزيلا. يلا. إيه أخلص من هذا البرنامج وأرجع لكوكب الأرض أحسن لي.